مانجمنت والادهرنس. ولازم طبعا الابيلتي ان احنا نعمل الفولو اب للدراجز الجروث هرمون والدوز بتاعته والمانجمنت، ولازم تبقى حاجه سيمبل وكلير انستراكشنز، وبنشجع اليوز للميديكيشنز سيستم. ولازم ناخد هيلب من الفاميلي ممبرز والفريندز وكوميونتي سيرفيسز، وطبعا الهيلث كير بروفيشنال حاجه اساسيه. طبعا الفيتشر بتاع الانجكشن ديفايس بيحسن الادهرنس ازاي؟ ان هو بيحسن الكونفينينس وسيمبل، بالذات لما يكون سيمبل، ونحاول ان هو يكون شايلد فريندلي، وان هو يكون ليس بين او نو بين، هيبقى بيتر. طبعا الويستج حاجه من الحاجات المهمه، واتعمل ريسيرش، والريسيرش في الحقيقه كان فيري كلير. لا حاجه بسيطه. خلاص لا خلاص شغل. طبعا هنا فيري سيمبل، ان هم بيقارنوا ما بين الفايلز والسيرنج وما بين البنز، ولقوا ان الويستج يعني في حوالي يعني هنا 2% بالنسبه من النودلات فيرسس 23% من السيرنج والفايلز. وبرضه لما قارنوا ما بين النودلات وانواع ثانيه لقوا برضه ان في نسبه ما بين حوالي 2.4 cartilage per year versus 9 cartilage. طبعا الديفايس لازم يكون ما تعملش ميكسينج، ما يكونش فيه لودنج، ولازم يكون ايزي تو يوز، ويبقى فيري كونفينينت، ويبقى سيمبل ليس بينفول، وطبعا بيكون فيه هيستيدين، والهيستيدين بيقلل البين، ويكون فليكسيبل، ويكون اكيوريت دوزنج. والستورج طبعا زي ما قلنا يكون حوالي 25 فروم تمبريتشر 25 ديجري سنتس. طبعا نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده باختصار، يعني لسبين دوز فليكسيبيليتي اكيوريسي. طبعا كونكلوجن، ايرلي دايجنوزس طبعا ذا بيتر. Precise and individualized growth hormone doses accordingly diagnosis will growth hormone predicting factors. Well, longer duration of growth hormone therapy in growth hormone responsive children هيخلينا طبعا greater height gain. ولازم نعمل anticipation و prevention management للpoor adherence لgrowth hormone therapy. طبعا دي طبعا بدأت بميسي في الأول بداية الرحلة، وانتهينا هنا بميسي وهو بيلعب وبيسجل الأهداف بتاعته. وادي ميسي 10 بسم الله ما شاء الله. طبعا ده فولوينج جروث هرمون، وطبعا انا كده يعني انا كده خلصت. ثانك يو فيري ماتش. دكتورة شيرين، ألف شكر للدكتور سامح توفيق أستاذ طب الأطفال بالأكاديمية الميلاد الأكاديمي على الإكسترنس برزنتيشن، وده دايما اللي احنا عهدنا بيه. وبيسعدني دلوقتي إن أنا بقدم الأستاذة الدكتورة شيرين. مش موجود. يعني طبعا بيسعدني وبنشكر الاستاذه دكتوره شيرين على مؤتمرها، واشكرها على دعوتها الكريمه ليا في هذا الجامع العلم الممتاز كما تعودناها. ودلوقتي بقدم
بنقدم الأستاذ الدكتورة إلهام يسري أستاذ طب الأطفال بكايرو يونيفرسيتي، واللي حتى كلمنا على الليبوزومال تكنولوجي ترانسفورمينج لايفز ايرن لايفز اوف ايرن ديفيشنسي بيشنتس. اوكي مش عايزه موديفاي، هنقول ريد اونلي ريد اونلي ماكسمايز بقى كده. اوكي ممكن تقفل دي، اقفلها من هناك. اوكي ثانك يو سو ماتش، ميرسي لحضراتكم. تشير بيرسون ثانك يو، مرسي لحضراتكم وللحضور الجميل دون. وبشكر طبعا دكتورة شيرين مؤتمر الجميل على ضفاف النيل الحلوة، ويا رب تبقى التوك مفيدة لحضراتكم. The title of my talk is Liposomal Technology Transforming Lives of Iron Deficient Patient. This is my disclaimer. This is a splendid symposium and I don't have anything else to declare. These are the outlines that I will cover. Let us start by the first thing. Imagine with each other, how is the life of the iron deficient patient? تعالوا نقول حياة الناس دي عاملة ازاي؟ التايتل بتاع الديزيز يبدو سهلا، ولكن تعالوا نتخيل the iron deficient patient حياته عاملة ازاي؟ نقول by this publication بنقول إن حياته مليئة بincreasing risk of morbidity and mortality. يبقى iron deficient patient have increased risk of morbidity and mortality. And definitely this problem بيبقى أكتر في الأطفال. يبقى إذن نحن نتعامل مع problem بتأثر على حياة الpatient اللي بيسفر from this problem seriously. Because their body function is seriously affected by the iron deficiency. If we ask ourselves why iron deficient patient, their life have increased risk of morbidity and mortality. تعالوا نسأل why, ليه كده؟ هنقول simply لأن الiron the one of the micronutrient that orchestrate many body function. هو micronutrient بيorchestrate many body function. Let us go and see ايه هي الfunctions اللي orchestrated by the iron inside our body. اول حاجة وهي دي اسهل حاجة ان the iron is very important for our hemoglobin. ودي طبعا كل واحد فينا يسمع كلمة iron يقول iron anemia. However, this is the simplest function of the iron. هو بي enter into the hemoglobin وعلشان كده الطفل اللي عنده iron deficiency حي suffer from anemia. And this is the first problem. The second problem, the iron is important for the myoglobin. So iron deficient patients suffer from malaise, weakness, fatigue. عنده دايما fatigue. The third thing, وده يعتبر أهمهم, iron is one of the very important micronutrient for the neurotransmitters of our brain, especially the growing brain. عشان كده لما نقول these effects هتبقى at the utmost في الchildren, ما حدش يستغرب, لأن these neurotransmitters important for all of us human being, but they are more important in the growing brain اللي هم الchildren. كل البرين فانكشن affected with the iron deficiency. Cognition, memory, attention, happiness. Let us imagine the life of the iron deficient patient. هيبقوا ايه؟
هيبقوا عندهم lack of concentration؟ Yes. Poor school performance؟ Yes. Lack of attention؟ كل شوية المدرسين في الفصل يقولوا لك نايمان all the time ومش بيركز معانا. Yes. عشان الattention one of our the brain function affected with this iron deficiency. The last and the most important is the happiness. Iron deficient patient feel sad. هتقول ليه؟ علشان كل neurotransmitter of the happiness من أول الدوبامين سيروتونين they are iron dependent. Imagine the life of the iron deficient patient. These are some of the problems. Let us go back for serious problem, وهي immune function of the iron. Iron is important micronutrient that orchestrate all the immune cell function. It orchestrate the B cell, the T cell, the macrophage, the dendritic cell. Imagine the life of the iron deficient patient. They suffer from recurrent infection. Yes, because their immune system is defective. Not only they are suffer from infection, but also they do not respond well to the vaccination. اللي احنا بنديه في كلام بيقول لك don't vaccinate the child while he is iron deficient. ليه؟ علشان مش هيستجيب كويس للفاكسين. هقول بقى كلام تاني، كلام دكتور عبد الرحمن المشاد. اتكلمنا على البروبيوتيك وأهمية البروبيوتيك in our life، والشركات عمالة تطلع بروبيوتيك to protect the health of our children. أنا عايزة أقول لكم simply and easily publication 2020 iron is important for our gut microbiota اللي احنا عمالين نعملها اللي عملها بروبيوتيك. Simply at this, iron is important for the health of our microbiota. فلو سمحت, if we want to keep our microbiota healthy, treat iron deficiency. ودكتور لسه عبد الرحمن قايل لنا the crosstalk between the gut microbiota and the immune system, the crosstalk between the gut microbiota and our brain. فهو الـ gut microbiota when it's affected it will affect the brain, it will affect the immune function. So iron now orchestrate the balance in of the gut microbiota. Therefore we are dealing with really important micronutrient that orchestrate the body function. واحنا قلنا خلاص اللي حصل يا شباب. Okay. Don't vaccinate the children while they are iron deficient. Please treat as early as possible. تعالوا نقول طيب يا ترى الchanges دي لحظية؟ البابليكيشن دي long ago من سنة 91 بتقول إيه؟ بتقول iron deficiency lead to long lasting disadvantages. Long-lasting developmental problem. So the problem, if happened, it will be long-lasting. So we are dealing with the long-lasting effect of this deficiency. Look how is the life of iron deficient patients. So we are dealing with a problem. العيان بتاعها عنده serious affection of the body function, and this is long-lasting. طب is it prevalent? Yes, it is very prevalent. تعالوا نقول البابليكيشن دي بتقول ازاي اللونج هيستوري اوف ذا ايرون ديفيشنسي، وبنقول ان الايرون ديفيشنسي اول حاله اتشخصت سنه 1852. This is long ago by the German physiologist and his student. وشخصوها and despite of this long history of this problem, it persists till the moment. مش بس بتبرزست، بتبرزست in a very prevalent way. بصوا ده الماب of the globe worldwide. بصوا كده هتلاقوا ان ايجيبت نسبة الايرون ديفيشنسي
in Egyptian population من 39 to 51%. So we are dealing بقى مش بس seriously affect the body function ومش بس long lasting, the very prevalent and it's very old. طب ليه ما تحلتش لغاية دلوقتي؟ هل يا ترى عشان ما عندناش iron preparation؟ تعالوا نبص كده على ال iron preparation الموجود في الماركت. كلنا دكاترة أطفال. How many iron preparation present in the market? They are increasing day after day. عدد مهول بكل الفورمز. Iron gluconate, fumarate, polymaltase. تعالوا بصوا على الإكويشن دي. عندنا problem بهذا الحجم. وعندنا very plenty of iron preparation. And despite of that, the problem persists. نسأل نفسينا ليه؟ ليه البروبلم بهذا الحجم والمفروض ان في ادويه كتيره لها ليه بريزيست لغايه دلوقتي؟ حد سال نفسه هذا السؤال؟ واي؟ الاجابه فيري ايزي، لان الايرن ابزوربشن از نوت ايزي. ايرن ابزوربشن از نوت ايزي ليه؟ لانه كنترولد بميني جيت. اول جيت هي الداي ميتال ترانسبورتر جيت، ودي جيت زحمه جدا، موجودة بس في الديودينم، يعني موجودة في 12 سنتي من اور انتستن، وللأسف الشديد بيخش فيها كل الداي ميتال، الداي فالنت ميتال، بالإضافة إلى إن a lot of food component بتديكريز الآيرن أبزوربشن. شوفوا كم الزحمة علشان نأبزورب الآير، ولذلك آيرن بريسيبيتيشن إن اور انتستن إز فيري كومن. وأول ما الآيرن يبقى precipitated in our intestine هينشيت the other side of the coin اللي هو the bad effect of iron. هتقولوا لي مش انتي لسه قايلة ان الآيرن good metal؟ yes, iron is good metal to certain extent، بس لو زاد وبقى precipitated بهذا الشكل هيبقى bad. هيدي كل الكلام ده، oxidant stress, gastric upset, inflammation، وحاجة اسمها dysbiosis. يعني إيه؟ يعني disbalance of our gut microbiota. أول ما يحصل الكلام ده هيروح مزود الهبسيدين، والهبسيدين يروح قافل الجيت التانية اللي هي اسمها ferroportin gate، يعمل لها internalization، فالiron يبقى precipitated inside. Look for that. So despite we have plenty of iron preparation, their bioavailability is very low. ومش بس very low، وكمان بتدي side effect عالية جدا. طيب how to overcome this limitation of the conventional iron present in the market؟ السؤال سؤال بسيط جدا، الحل بتاعه مش في ايدنا كأطباء. ليه؟ لأنه we do need an iron preparation that have better bioavailability. محتاجين تكنولوجي في صناعة الدواء علشان تحسن البيوافيلابيليتي اوف ذا اير. طب هل دي يا ترى موجوده؟ هقول لكم اه موجوده بتكنيك دلوقتي موجود اسمه ذا لايبوزومال ميديكيشن. ايه هو اللايبوزومال ميديكيشن ده؟ اللايبوزوم هو عباره عن فوسفيت، فوسفوليبيد باي لاير. الفوسفوليبيد باي لاير ده بنكبسوليت جواه مايكرونايزد ايرن بايروفوسفيت، وده اسمه liposomal sun active iron. الليبوزومال تكنولوجي هو مش حاجه خصيصا للايرن، في هناك ليبوزومال هرمون، في ليبوزومال زنك. يبقى الليبوزومال ده تكنيك لصناعه الدواء اتعمل years ago. Now it's used in iron preparation to overcome the challenges in iron absorption. له advantages كتيرة. أيوة طبعاً حسنت الabsorption of the iron، لأنها ما عادتش عايزة تمتص through the dimetal transporter gate اللي قاعدة في 12 سنتي of the duodenum. لا، بقى بيمتص all over the our intestine. له high stability in the GIT، فالbioavailability بتاعته عالية، ما فيهوش food interaction، وكمان التولربيليتي بتاعته عالية جداً، ما بيعملش سايد افكت لانه مش بيبريسيبيتيت انسايد اور انتستين. سو ذس كايند اوف
liposomal iron. This technology improved the absorption, the bioavailability, the tolerability of the iron. And this is how the liposomal iron absorbed. When we ingest the iron like that, it will pass to our blood, paracellular, through the M cell and transcellular route without being inhibited by any food interaction. So by this technology, we overcome the challenges for traditional iron. We do have now iron preparation with high bioavailability, absorption through the whole intestine, not through the duodenum only, no food interaction and no side effect. If there is any publication for that, yes, this is publication, وبصوا التاريخ بتاعها 2017, لأنه هو preparation موجود worldwide. It's new in Egypt, but it's worldwide present, يعني some time ago. طب قالت إيه البابليكيشن دي؟ قالت distinctive feature of the liposomal iron with high bioavailability, lesser side effect, وgood compliance. وهذه هي الجراف. Look for the higher bioavailability ساعتين بس بعد الingestion of this liposomal iron بنوصل للmaximum plasma level if compared بالconventional iron preparation. There is better effect 4 weeks after its ingestion بيحصل rapid increase of the hemoglobin level if compared with the conventional iron therapy. And even the serum ferritin, look for the serum ferritin, it has increased تقريبا من 4 إلى 6 شهور after the start of the liposomal iron therapy. Look for the side effect, it's lesser side effect if compared to the other conventional iron therapy. تقريبا ما فيش غير شوية coloring of the stool and شوية constipation if compared to the other iron preparation. طب اسمه ايه هذا preparation في الماركت؟ اسمه Fortiferrum. It's now available in the market. It's in the sachet form. Each sachet contain, وده الجميل فيه بقى, each sachet contain 20 milligram elemental iron. That's easy to calculate the dose. وده equal ل 240 milligram liposomal iron. موجود ممكن تعملها لو سمحت مرة تانية. مش راضي يقلب. أوكي. وده موجود مع فيتامين سي to increase the absorption plus fibers to decrease the constipation effect بتاع أي iron. طيب إزاي بقى بناخده؟ زي أي iron preparation بيتاخد الدوز العادية of iron therapy كtherapeutic بتاخد من 3-6 milligram elemental iron لمدة 3-6 شهور after normalization of the hemoglobin level. ده كثرابيوتيك. كبروفيلاكتيك الـ WHO قالت لنا ازاي ندي بروفيلاكتيك ايرون ثيرابي. قال لك كل مريض من 6 شهور لسنتين هياخد 2 مليجرام لكل كيلوغرام برداي اليمنتال اير. طيب لو فوق السنتين لحد 5 سنين هياخد 2 مليجرام لكل كيلوغرام برداي اليمنتال اير بس 3 أشهر بس في السنه. لو اكتر من 5 سنين هياخد فيكسد دوز من 20-30 مليجرام برداي اليمنتال اير لمده 3 أشهر بس في السنه. ولو جينا نقول في الفيري فورتم هيبقى ساشت في اليوم 3 أشهر في السنه كبروفيلاكسز للناس اللي عندهم اكتر من 5 سنوات. هاو تو مونيتور زي اي مونيتورنج اوف ايرون ثيرابي من 4-6 أسابيع هيحصل نورمال يعني انكريز اوف ذا هيموجلوبين ليفل على اقل 1 جرام. هنكونتينيو الثيرابي تقريبا 3-6 أشهر بعد normalization of the hemoglobin علشان يرجع السيرم فيريتين into the normal level. I reach my conclusion. Iron deficiency affect all the body function. It orchestrate the body function. It affect the life of our children by increasing the morbidity and mortality. Will effect بتاعها long lasting. We should treat. It's very old problem and very prevalent. لو سمحتوا iron is a priority because it orchestrates the body function. And because it is a priority, لو سمحت, just do it and treat our patient.
treat our children either treatment أو give the prophylactic dose زي ما WHO قالتها لنا واللي لسه حالاً قايلها لحضراتكم. Liposomal some active iron offer a new technology that overcome the problem, the old problem of iron deficiency. ليه؟ لأنها overcome the not easy way of iron absorption. It transformed the life of our iron deficient patient. وهاخد الكود ده. بصوا ده كود ماما كتباه بتقول my kid hated taking other iron supplementation. With this one, there is no complaint. بتقول ازاي ابنها كان سعيد with this iron preparation because there is no complaint. Thank you so much and ready for any question. Thank you. ممكن interesting lecture. Thank you دكتورة شيرين، أنا شكرت حضرتك. ربنا يخليك. بس حضرتك ما كنتيش موجودة. أهلا بحضرتك. أحب أكرم شركة سبلندد موجودين. قبل ما ييجوا شركة نوفو نورديسك، شركة نوفو نورديسك اتفضلوا. نشكر شركة سبلندد. اهلا وسهلا. طبعا بنشكركم جدا على دعم المؤتمر، واحنا امبارح يعني كمان يعني تم الشكر على السيمبوزيوم والنهارده على السيمبوزيوم الرائع النهارده، وشكرا جزيلا، ودايما شركاء في النجاح باذن الله. شكرا جزيلا. ميرسي حضرتك. ميرسي جدا جدا. شكرا جزيلا. أوكي. ليه الشرف الكبير والله يا دكتورة مونة. أنا بس هستأذنكم أن أنا كنت طبعا عايزة الأول أشكر الأستاذة الدكتورة إلهام، طبعا محاضرتك رائعة دكتورة إلهام. as usual إلهام is not only my very dear friend، هي أستاذة متميزة جدا جدا في الهيماتولوجي. أنا بس كنت عايزة أقول كومنت معلش لو تسمحي لي. هو يعني الدوز هتبقى يعني لو بنتكلم حتى على 4 ميلي جرام بير كي جي فور تريتمنت، هو I think إن هو it will be used as a prophylaxis، لكن فور تريتمنت it will be very expensive. وبس ممكن مثلا حالات الأيريدا اللي هم مضطرين ان احنا بنبعتهم ياخدوا انترافينوس ايرن، ممكن ده يساعدهم، هيساعد في التريتمنت without انترافينوس ايرن لان الابسوربشن. بس هو ممكن يستعمل كبروفيلاكسس، لكن كتريتمنت لو بتكلم انا مثلا في طفل وزنه 10 كيلو محتاجة يعني محتاجة 40 يعني 2 ساشز بر داي. طب تعالوا نتكلم على الايكونومكس، درس ايكونومكس كده.
الايكونومكس بتقول ايه؟ بتقول I can get much cheaper preparation but it will never solve the problem. I may go for a bit higher price but my problem will be solved. Equation كده. كم في عدد؟ ونطلع الرقم ونشوف الحاجة التانية دي بكم في عدد وتطلع الرقم. فبلاش نجو فور ذا برساشة كام. احنا نتكلم البروبلم هتتحل بكام. This is يعني يا دكتورة منى طبعا هو الموضوع equation بحتة اقتصادية. If it will solve the problem and save the family from buying different form of preparation, أنا رأيي هتبقى رائعة. Let us give it at a trial ونشوف إنه فعلا زي ما مكتوب عنده إنه هو فعلا بيسولف البروبلم among our patient اللي هم اتنقلوا على preparation كتير ومشكلتهم ما تحلتش. Thank you so much. It's very good economic question. Thank you. أو الأطفال اللي عندهم أيريدا. أرجع وأقول مرة تانية definitely أتمنى إن الناس اللي عندهم أيريدا يبقوا respond for this. For me, I don't have publication بتقول إن this preparation is good for the أيريدا. I don't read research على كده. Let us do it as a research يا دكتورة منى ونحط هذه الهايبوثيسز وندو it as a research. ولكن الريسيرش بيقول إيه؟ بيقول it's good preparation for inflammatory bowel disease. For malabsorption. يعني في a lot of publication على its effect في celiac مثلا. Its effect في inflammatory bowel disease. دي evidence based. وزي ما كان لسه حالا دكتور عبد الرحمن المشهد بيقول sometimes we take decisions evidence based وبساعات حاجات تانية بنعملها وعايزين ندفلوب الأفيدنس زي بقى بتاعت الأيريدا دي. فأتمنى ان احنا نعرف نعملها في الأيريدا ونشوف. Thank you for this يعني very good questions يا دكتورة منى. دكتورة منى طبعا أستاذتنا وفوق راسنا وهي منارة اسم الدم. فيعني thank you يا دكتورة منى. Thank you. أولا شكرا طبعا على الكلام ده. هي بس احنا مشكلتنا ايه؟ احنا بعض الأحيان بنحط notions وبنفكرش how cost effective it is. واعتقد ان احنا في بلدنا very few studies done in cost effectiveness. فأعتقد إن إحنا لازم برضو نبقى very cautious وبالذات نفكر في بلد زي بلدنا. يمكن إحنا للأسف أغلب الشغل اللي موجود يوروبيين ما عندهمش parasitic infections, ما عندهمش other real causes للأنيميا الموجودة, ما عندهمش مشاكل للmalnutrition الأساسية. عشان كده برضو إحنا محتاجين وإحنا بنستخدم new treatment نفكر في other causes نجربه عندنا ونشوف how cost effective it is. زي الفل. Let us open doors for a new research. الايديا بتاعته بتتولد في الفلور بتاع مؤتمر دكتورة شيرين. This is great. طبعا we are looking forward ان شاء الله ان احنا نطلع داتا من ارض مصر. Thank you. شكرا دكتور. Thank you. انا الحقيقة كان ليه تعليق تاني صغير بس مش لحضرتك الحقيقة. انا برضو هو تعليق عام. انا فوجئت ان غالبا الكواليتيتيف ريسيرش very few. وبزعل قوي لما يقول لي qualitative research ما تعملش في مصر. بالرغم it's very simple. مش محتاج مننا مجهود. مش محتاج فلوس. انما لما اقول qualitative research اللي له اساسا علاقة بالbehavior. واتكلم على امريكا ولا اسكتلندا. عارفين طبعا دكتور هشام استاذ research methodology. فهو طبعا دكتور هشام بالضبط نعمل ايوه بالضبط كده. ثانك يو شكرا. طبعا يسعدني جدا اقدم الاستاذه الدكتوره شيرين عبد الغفار وانا سعيده جدا بدعوتي للمؤتمر. مؤتمرات الدكتورة شيرين بتتميز بحاجتين updated knowledge مع experience mixture قوي جدا. وده متوقع ليه؟ لان الدكتورة شيرين مش مجرد يعني بيدياتريشن وبيدياتريك اندوكرينولوجيست, لا دي كمان بروفيشن في الميديكال education.
فيعني اكيد هنسمع محاضرات قيمه، وهم هيبقوا محاضرتين ورا بعض يا دكتوره شيرين. اول محاضره نيوتريشنال سبلمنتس فور بيتر جروس، اتفضلي حضرتك. شكرا جزيلا دكتوره فاطمه على التقديم الجميل، والحقيقه يعني شرفتينا، وطبعا مع كل الاساتذه وكل السبيكرز. والحقيقه الجلسه دي متميزه جدا لانها بتتكلم على النمو في الاطفال، يعني سميناها growth disorders، ودي حاجه يعني بتهمنا كلنا. عشان كده هتلاقوا حضراتكم البروبيوتكس في الاول عن الجنرال هيلث اللي اكيد هينعكس على الجروث، ثم يعني الجروث هرمون ثيرابي هيكون له جلستين مع دكتور سامح ومعايا، والنيوتريشن وقيمتها الكبيره جدا، وطبعا الايرن ديفيشنسي انيميا والايرن اكيد بتصب في الجروث، واتس ذا موست كومن كوز اوف ستانتنج ايفن ان ايجيبت. وبالتالي يعني انا سعيده جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم وانتجريت مع بعض كل المعلومات الخاصه بالجروث في الاطفال. فاسمحوا لي اتكلمكم على النيوتريشنال سبلمنتس فور اوبتمايزنج جروث ان تشيلدرن، اند ذس سيشن از سبونسرد باي بايوفارما. No conflict of interest. And this is my outline of the lecture. I will talk about the normal growth and development and the promoting factors. خلينا بقى ندخل بالتفصيل في الgrowth وإيه الفاكتورز اللي بتأثر فيه، وإيه principles of healthy nutrition for optimum growth، لو كنا هنتكلم على أهمية النيوتريشن، وأهمية الhealthy lifestyle for normal growth اللي احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض هنزود التوعيه لارساء القواعد بتاعته، ثم نتكلم عن nutritional supplements to optimize growth and I will talk to you about the growth formula of biopharma and its importance for growth and well-being. لو اتكلمنا على كلمه growth وكلمه development، هل هما مرادفات؟ هل هو الgrowth هو نفسه development؟ No, it's different. Growth is the increase in the mass and the dimension of the body. يعني زيادة الطول والوزن والskull circumference وكل مقاييس الجسم والbody proportions والrelative sizes of the organ systems. إنما development هي functional maturation and acquisition of skills سواء motor أو intellectual أو sexual development. وأكيد الاثنين مرتبطين ببعض، النمو والتطور في الأطفال. احنا متميزين في الاطفال ان احنا بنتكلم عن growing and developing creature، يعني كلنا لازم نهتم بقصه الجروث بتاعه. تفتكروا لو اتكلمنا وقلنا normal growth and development، هل هو reflection لgeneral health and well-being؟ true or false؟ yes طبعا true، يعني الطفل اللي بينمو كويس وبيتطور كويس وكل الماتوريشن بيحصل، هو اكيد طفل صحته العامه كويسة، عشان كده احنا مهتمين نتكلم في النقطة دي بالذات. طيب هل تفتكروا النمو ده across the life cycle على كل مراحل العمر uniform، يعني ماشي بنفس الريت؟ true or false؟ لا اكيد طبعا false. زمان لما كنا بندرس في كلية الطب كانوا يقعدوا يقولوا لنا ايه الويت يتولد مش عارفة الطفل من 2500 ل 4200 ومش عارفة في اول اربع شهور يزيد كذا وتاني اربع شهور يزيد كذا، ارقام. واللينث يتولد 50 سنتي وفي اول سنه يبقى 75 وتاني سنه، هل القصه قصه ارقام؟ والسكال سيركمفرنس يبقى كام؟ والابر سيجمنت على اللور سيجمنت، ها هل نحفظ ارقام؟ هل هي ارقام ثابته؟ لا اكيد مش ارقام ثابته. تمام. طيب ايه هي الكاركترستكس اوف جروث؟ لو قلنا النمو ده بيتميز بايه، تفتكروا حضراتكم بيتميز بايه؟ كلمة variability. في variability، يبقى إذا ما فيش رقم واحد، في اختلافات طبيعية بين الناس وبعضها. another keyword steady. أيوة continuous process، عملية مستمرة من أول fertilization of the ovum and extends على كل مراحل العمر لحد الـ final adult height. ولكن it's not a uniform process، يعني المراحل المختلفة ليها rates مختلفة للgrowth، وفي wide range of normal variation زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط. علشان كده بقى في حاجة اسمها growth curves اللي هو مبني على انه there is normal variation of heights
ده البيل كيرف اللي بيقول ان 50% of normal children are the mean. يعني ما اقول ان طفل مثلا سنه 4 سنين واحفظ كده ان طوله 100 سنتي، المية دي هي المين اللي هي 50% فقط من الاطفال الطبيعيين بيبقوا فيها، ولكن 98% بيقعوا ما بين الماينس 2 اند بلس 2 ستاندرد ديفيشن وهم نورمال برضو. الاكسنتريك بس اللي اقل من ماينس 2 واكتر من ماينس 2، الاقل يبقى شورت واللي ازيد يبقى طول. يبقى ده كونسبت مهم جدا. الكونسبت ده مش بس موجود في الهايت وفي الويت وفي كل مقاييس الجسم وايفن في البيوبرتي. ايه الايج بتاع الاتينمنت اوف بيوبرتي في البنات والاولاد؟ في برضو مين وافريج، ولكن في نورمال فاريشنز. دي نقطه تبقى مهمه جدا حتى واحنا بن بروباجيتد للاهل، لان ساعات الاهل بيجوا قلقانين جدا على مثلا طفله سنها 10 سنين ولسه ما حصل لهاش بيوبرتي. يبقى اقل مثلا من 8 سنين في البنات يبقى اسمه بريكوشس، او 9 سنين في الاولاد، بعد 13 سنه في البنات او 14 سنه في الاولاد يبقى ديليت بيوبرتي. انما في النص في نورمال فاريشنز. طب يا ترى ايه هي الجروث بروموتنج فاكتورز؟ ايه الحاجات اللي بتساهم في ان الجروث بتاع الاطفال يمشي بصوره طبيعيه؟ فاكتورز كتيره جدا جدا جدا. جينيتكس، اندوكراينال، ان ما يبقاش في اي كرونيك ايلنس، الريس والسكس. اكيد مش هقارن واحد مثلا صيني بواحد مصري بواحد من النيذرلاندز. الاكسرسايز، سوسيو ايكونوميك، نيوتريشن، وهي دي مجالنا النهارده، سايكولوجيكال ايفن، الدفء والحنان والرعايه الاسريه على فكره مهمه جدا جدا جدا. كل الفاكتورز دي بعضها انترنسيك وبعضها اكسترنسيك، دي ورك توجذر فور نورمال جروث. لو بصينا على هذا الكيرف هيقول لنا عده حاجات كده. اولا هيقول لنا انه البيك بتاع الجروث اعلى ريت هو بري نيتالي، بيتولد الطفل ب 30% of the final adult height. تمام. والفاكتورز اللي مسؤوله عنه فاكتورز ليها علاقه بالمذر واليوتيراين انفايرمنت. ولو قلنا هرمونز هنقول الانسولين والانسولين جروث فاكتورز ما لهمش علاقه قوي بالجروث هرمون. في الانفانسي برضو الريت اوف جروث عالي، الطفل بيأتين حوالي 15% of the final adult height. لو شفنا الفاكتورز هنا على رأسهم النيوتريشن والريت، بصوا كل ما كان الكيرف ستيب وعالي كل ما كان سرعة النمو في هذه الفترة. أكيد السرعة دي أعلى، بعدها السرعة دي، بعدها يجي في الشايلدهود. الفاكتورز في الانفانسي نمرة 1 نيوتريشن، نمرة 2 جود هيلث، الصحة العامة وكل البادي سيستمز تبقى الهابينس. ها الحالة النفسية، دايما دايما نقول انه الويل بينج اوف ذا تشايلد فيزيكال وايموشنال ومنتال. وبعدين يجي الثايرويد هرمونز. نيجي بقى في التشايلد هود الريت اوف جروث بيقل، بس عشان طول المده وطول السنوات بيأتين التشايلد 40% اوف ذا فاينل ادلت هايت. لو جينا بصينا هنلاقي الهرمونال فاكتورز بتلعب دور طبعا بالاضافه للحاجات الاخرى، وهنلاقي على راسهم الجروث هرمون، بعديه الثايرويد هرمون، جود هيلث اند هابينس جينز، واكيد طبعا نيوتريشن برضو شغال معانا. ثم في البيوبرتي 15% اوف ذا فاينل ادلت هايت، وهنا بيلعب السكس ستيرويدز مع الجروث هرمون سينرجيستيك ايفكت علشان الطفل ده يحصل له ايه، الجروث سبيرت اللي بيحصل في البيوبرتي. النيوتريشن شغاله معانا في كل مراحل العمر واكيد بتاثر على النورمال جروث اند ديفلوبمنت. وبالتالي في 3 ميجر سبيرتس، والكلام ده هل له اهميه ولا كلام نظري؟ هو له اهميه، لان المراحل اللي سرعه النمو فيها عاليه جدا هذه المراحل هي اكثر تاثرا بالمال نيوتريشن وباي مشاكل في الفاكتورز اللي قلنا عليها، لان النمو سريع وبالتالي الاحتياجات كبيره جدا وكثيره. فثلاثه سبيرتس، عشان كده بنقول انه من بتبتدي من قصه صحه الام، ها، لانه لو اتولد الطفل انترايوتيراين جروث ريتارديشن او بري نيتلي هقعد اتعب جدا علشان اوصله للنورمال جروث. فتلاته سبيرتس في مراحل الطفل المختلفه، كونسبشن تو بيرث، بيرث تو 1 يير اولد اللي هي الانفانسي، ثم في قصه البيوبرتي. الجروث هرمون مهم طبعا يعني في مراحل العمر المختلفه سواء دايركتلي او اندايركتلي على الطول. وكمان في البيوبرتي مهمة جدا هذه الفترة العمرية، لأن برضو الاحتياجات زايدة جدا جدا.
البيوبرتي هي ترانزيشن بيريد ما بين الشايلدهود والادلتهود. الطفل اللي مال نرش نلاقيه ايه ديليت بيوبرتي، وتلاقيه يعني ما ظهرش عليه السكندري سيكشوال كاركترز، وتيجي الامهات ونكتشف ان هذا الطفل مال نرشت وعنده بارازيتيزم وعنده هو ده السبب بتاع الديلي بيوبرتي، ما هوش سبب اندوكراينال ولا حاجه. So this is about adolescence. Adolescence على فكرة تعرفها بال WHO من سن 10 سنوات إلى سن 19 سنة، بتحصل فيها physical وbiological ومental وpsychological وsocial وcultural changes، وبيحصل فيها حاجتين مهمين جدا في النمو: السبيرت العالي والsecondary sexual characters والgonads start to function. ولو شفنا الفاكتورز اللي بتأثر على puberty هنلاقيها هي برضو نفس الفاكتورز اللي بتأثر على physical growth. ودي الستيجز اوف بيوبرتي المهمه، عشان كده دايما باكد على حضراتكم اي طفل يجي لنا لاي سبب من الاسباب ارجو ان حضراتكم تاخدوا مقاييسه. المونيتورنج اوف جروث مهم جدا فور ذا مونيتورنج اوف ذا نيوتريشنال ستاتس اند فور ذا مونيتورنج اوف ذا ويل بينج. وكمان لو جه في الفتره من 10 سنين لازم نبتدي نعمل ستيجنج اوف ذا بيوبرتي، وكلكم عارفين الفايف ستيجز اوف بيوبرتي وعارفين الايفنتس اللي احنا قلنا عليها. طبعا البنات بنلاقيها بتسبق الاولاد بحوالي سنتين في بدايه البيوبرتي وفي الجروث سبيرت. كمان في هذا السن المفروض ان الوزن بيتضاعف، يعني في الادوليسنس الوزن اللي قبل البيوبرتي بيبقى دبلد باي 2 بعد البيوبرتي. عشان كده لو في مال نيوتريشن او في اي فاكتورز مؤثر هتبص تلاقي الطفل ده ستانتد ومتاثر جدا، لانه كان مفروض في هذا السن يحصل doubling of the dimensions بتاعة هذا الطفل. طبعا احنا قلنا خلاص امتى نقول precocious وامتى نقول delayed. خلينا بقى نركز في الموضوع بتاعنا. طب هل في nutritional determinants؟ ايوة البيوبرتي من ضمن الانفيرومنتال فاكتورز المهمة جدا، النيوتريشن والبودي ويت. ولقوا انه البودي ماس اندكس لو قليل في الاولاد بيديلي البيوبرتي، لو قليل في البنات بالعكس، يعني لو body mass index عالي في البنات يعمل precocious puberty، لو عالي في الأولاد يعمل delayed puberty. وعلى فكرة احنا برضو الobesity دي هي واحدة من المال nutrition، يعني لما بنتكلم على تظبيط النيوتريشن احنا معانا الunder nutrition ومعانا برضو الover nutrition اللي هي الobesity. ففي النهاية احنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على التوازن، ان هذا الطفل ياخد احتياجاته لا بالقليل ولا بالزيادة. تمام. إذن malnutrition تؤدي decreased growth hormone و IGF-1 secretion و gonadotrophins. يبقى في علاقة حتى وثيقة ما بين النيوتريشن وما بين الاندوكراين فاكتورز. ال IGF-1 بيقل وبالتالي في short stature و delayed puberty، والعكس صحيح مع الأوبستي. وبالتالي consuming an adequate and balanced healthy diet during all phases of growth, whether in infancy, in childhood or puberty, is necessary for proper growth and normal puberty. نهتم بالكالوريز، ان الطفل ده بياخد الكالوريك انتيك بتاعه مظبوط، البروتين انتيك، دي اهم حاجات determinant of growth، الايرن، الكالسيوم، الزنك والفوليت، وطبعا كل واحدة فيهم ليها requirements according to the age period. لو حصل بقى ان الطفل ده الانتيك بتاعه is deficient، هنا بيجي دور النيوتريشنال سبلمنتس انها تسابورت الانادكوسي في الدايت وفي النيوتريشن بتاع هذا الطفل. يمكن الصوره دي بتبين لنا اهم العناصر اللي مسؤوله عن النمو والجروث. عندنا الايرن طبعا اتكلمت واستفادت فيه دكتوره الهام، الايودين، الزنك طبعا معروف جدا واهميته للجروث، الكالسيوم، الفيتامين سي، ذا فيتامين اي، واكيد طبعا البروتينز والاذر سبلمنتس. طيب يبقى ازاي بقى نطمئن على نمو الطفل، او ازاي نعمل اسسمنت للجروث؟ وهتلاقي ان الاسسمنت اوف جروث ده هو واحد لاي شيء، يعني انت عايز تاسس جروث للنيوتريشن او للنيوتريشنال ستاتس هي برضه هتقيس طوله وهتقيس وزنه وهتستخدم الكيرز وهتشوف النمو طبيعي ولا لا، whatever the cause of short stature or the cause of stunting. So by assessing growth, you are also assessing the nutritional status, the general well-being, and even the immunity and the absence of chronic disease. الطفل اللي بينمو كويس ده أكيد ما عندوش أي مشكلة. دي طريقة القياس السليمة اللي احنا دايماً بنقول نقيسها إزاي الطفل يقف مظبوط.
وان الهيد في الفرانكفورت بلين، وان في خمس نقط لازم تبقى ملامسه للستيجيوميتر او ملامسه للجدار، حتى لو فرض ان احنا في مكان ما فيهوش اجهزه دقيقه نقدر برضو نساتيسفاي الكرايتيريا ازاي نقيم نمو هذا الطفل. لو طفل اقل من 3 سنين ما اقدرش اوقفه عشان اقيس طوله، لانه حتى لو بيقف اكيد مش هيقف بالطريقه المظبوطه، فبضطر اقيسه وهو نايم واقيس او اساس اللينث rather than the height. ده لو كيرفز وده لو جروث كيرفز، وزي ما حضراتكم شايفين الطريقه، وان احنا لازم نسابورت النيه في اجهزه مخصوصه. لو الاجهزه دي مش متوفره برضو هنحاول نابلاي الكرايتيريا المختلفه اللي هي نثبت راسه، نثبت الركب. المفروض ان شخصين على فكره يساهموا في ان الطفل، ان الاطفال في السن ده بيتحركوا كتير، فتقييمنا لنموهم هيكون صعب. وبعدين تيجي الخطوه اللي بعد كده، ان احنا لازم ناخد او نبلوت على الجروث كيرفز، لانه ليس هناك رقم واحد يقول ان طول هذا الطفل طبيعي او وزنه طبيعي. دي جروث كيرفز للولاد منفصلة عن البنات، لأنه كل جندر له different growth pattern. ودي الإيجيبشن growth curves، وطبعا أستدعي كان معنا طبعا امبارح ذكرنا فضل دكتورة إيزيس غالي، وإن هي اللي كانت وراء الconstruction of the Egyptian growth curves على يعني فئات العمر المختلفة، سواء للlength والhead circumference والهايت والويت والبودي ماس انتج، زي ما حضراتكم شايفين للأولاد أو البنات. لأنه المفروض لا يصح إن احنا نقارن نفسنا بريس مختلف ممكن يبقى مختلف عننا. مهم جدا إن احنا برضو نقيس البروبورشنز بتاعت الطفل، اللي هو الأبر سيجمنت واللور سيجمنت، لأنه قصص البروبورشنت شورت ستيتشر مختلفة عن أسباب الديسبروبورشنت شورت ستيتشر. بنقيس الأبر سيجمنت إزاي؟ إن احنا نقعد الطفل ونقيس السيتنج هايت، نخصمه من التوتال هايت، أقدر أعرف هو proportionate ولا لأ. دي بقية الكيرفز. أهمية الكيرفز الحقيقة إنها ممكن لو حضرتك حطيت plotting زي ما احنا شايفين كده على الطول والوزن، تقدر تفرق الطفل ده مال نارشت أو عنده chronic disease مأثر برضو عامل secondary malnutrition، ولا الطفل ده عنده endocrinal causes أريفير للإندوكرينولوجي وياخد growth hormone. إيه الفرق الأساسي بين التو كيرفز؟ الويت. ثانك يو. الطفل اللي هو طوله بيقل او growth velocity بتقل ووزنه بيقل، ده عنده مشكله مال نيوتريشن او مشكله غالبا كرونيك ديزيز، واتيفر بقى المال نيوتريشن دي، برايمري نتيجه مشاكل في الاكل ولا سيكندري لانه عنده حاجات بقى سيلياك ديزيز، عنده مش عارفه امراض بتاثر على الميتابوليزم بتاع الابسوربشن اند سو اون. الاندوكراين غالبا هياثر على الهايت ومش هياثر على الوزن. فاذا لقيت طفل طوله قصير ووزنه قليل، يبقى نمبر 1 اكسكلود المالنيوتريشن واكسكلود الكرونيك ديزيز. تمام. اكيد دي مشكله جامده جدا في مصر، واحد من كل 7 من التشايلد هود از شورت، واحد من كل 5 از اقل من 5 سنين شورت اند ستانتد. عشان كده في مبادرات رئاسيه للتقزم، و مهم قوي الكيرف. بصوا حضراتكم، نقول على الطفل امتى ان الجروث بتاعه متاثر، كروسنج السنتايلز ابتدى ينزل تحت عن الجروث كيرفز، بعيد عن الميت بارنتال هايت. بصوا اللي على الجنب ده طول الام والاب، وبنحسب حاجه اسمها ميت بارنتال هايت، يعني انتوا عارفينها اكيد. نلاقيه لو عملنا بروجكشن هو بعيد عن ذس ميت بارنتال هايت، يبقى في الحاله دي وقفت. ايوه، الطفل ده عنده 4 كرايتيريا بتقول ان نموه غير سليم، ودايما بنبلوت على الكيرف زي ما حضراتكم شايفين عشان نقدر نوصل فعلا السبب ايه. هل هو stunted due to the malnutrition ولا لا؟ وطبعا اليونيسيف هنا عامله شغل جامد، وعامله ده الريبورت بتاعهم اللي بيقول انه في هاي بريفالنس، 1 in 5 children under 5 year is stunted. وكلمه stunting هنا مرهونه بمشاكل الكرونيك مال نيوتريشن، غير لما يكون طفل بس اقول عليه اندر ويت، ممكن يبقى فيه acute condition. في يعني synonyms كتير قوي، wasting مثلا برضو acute مال نيوتريشن. انما الطفل اللي stunted ده واحد بقاله فتره كبيره متعرض للمال نيوتريشن، وبالتالي دي مشكله كلنا لازم نساهم في البريفنشن بتاعتها. وفي مصر زي ما احنا قلنا المشكله منتشره. معلش يعني 3 minutes.
تمام زي ما احنا شايفين اهو ان الترندز وانها فيش السيركل الام والطفل في مراحله المختلفه. لو انا ما I did not يعني cut او break this vicious circle of malnutrition وبالذات في اول 1000 يوم الطفل اللي بيبقى stunted صعب جدا ان انت تحل المشكله فيما بعد، وبالتالي لازم نشتغل اكتر على الوقايه. الوقايه خير من العلاج علشان نقدر نشخص اسباب الستانتنج او اسباب الشورت ستيتشر، ويمكن دي هقولها لكم في محاضره لاحقه. خلينا نركز دلوقتي اكتر على قصه النيوتريشن. طبعا الهيستوري مهم، الاكزامينيشن مهم، ولما نيجي نعالج هنعالج ايه؟ هنهتم بالكالوريك انتيك، لو في انيميا هنعالجها، هنهتم بالمايكرو نيوترينتس المختلفه اللي مسؤوله على الجروث زي الايرن اللي احنا عرضناهم، زي الكالسيوم، زي الفيتامين دي، زي الزنك. الدايتري انتيك مهم، ولو ديفيشنت يبقى هنلجا للنيوتريشنال سبلمنتس. الطفل ده كان اندر ويت وديفيشنت نيوتريشنال انتيك وكان عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف كونستيتيوشنال جروث اند ديفلوبمنت. الانفستيجيشنز بتاعته كلها كانت نورمال، بس كان البون ايج ايكوالز الهايت ايج، فكان ماشي انه عنده element of constitutional delay of growth and puberty، بس بما انه كان عنده deficient intake برضو عنده element of malnutrition، وبالتالي الgrowth velocity كانت دايما suboptimal. لما عملنا reassurance وعملنا nutritional counseling ودينا growth formula لهذا الطفل او nutritional supplements، هذا الطفل ابتدى يتحسن. اذا النيوتريشنال سبلمنتيشن هي جزء لا يتجزا، واتيفر الطفل ده ايه مشكلته الاساسيه، النيوتريشنال سبورت ايضا بتضيف زياده يعني فوسترنج اوف ذا جروث اند ذا ديفلوبمنت. بس لازم ناخد بالنا ان الهيلثي نيوتريشن مهم، الجود هايدريشن، السبورتس مهمه لانها بتزود الجروث هرمون اي جي اف 1 اكسس، النوم، ال getting enough sleep is very important for normal growth, psychological intake، وانه نعمل boosting برضو للimmunity ونحسن الجنرال هيلث، لانه ده هيخلي الطفل ده يعني يجابه او يكومبات الانفكشنز اللي هي برضو ممكن تعمل malnutrition. وفي النهايه هنعمل support بالnutritional supplements. أكيد الهيلثي نيوتريشن كلنا عارفينها، الوجبات المتوازنة، الكالوريك ريكوايرمنتس ان ديفرنت ايج جروبس، حضراتكم تقدروا ترجعوا لها وتعرفوا كل طفل الكالوريك انتيك بتاعه أخباره إيه. نركز على الوجبات المتوازنة، نركز على النشويات الصحية زي البقوليات، زي منتجات الألبان، زي الفاكهة، زي الحبوب الكاملة، ونبعد عن الباد سورسز زي السويتس. نركز على الحاجات اللي هي فيها فايبرز زي الفيجيتابلز والفروتس، نبعد عن الدهون الضاره ونروح للمونو انساتوريتد وبولي انساتوريتد فاتي اسيدز. البروتينز نهتم بالبروتينز، ليها اهميه كبيره جدا في الجروث، سواء الانيمال بروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو او البلانت بروتينز من الليجيومز. والمايكرو نيوترينز كلها لازم نتاكد ان هي اللي قدام حضراتكم دي تكون موجوده في هذه في الوجبه بتاعه الطفل. السبورتس زي ما قلنا مهمه جدا جدا فور ذا جروث، الاكسرسايز بي ستيمولييت الاكسس بتاع الجروث هرمون. وفي النهايه هنقول بقى الدور بتاع النيوتريشنال سبلمنتيشن، ودي ستاديز قدام حضراتكم بتبين الايفكتيف اورال نيوتريشنال سبلمنتيشن على الجروث، وحتى بتأثر على الإميونيتي بتاع الطفل، وإنه الإنسيدنس أوف إنفكشنز، البحث ده كان عن ريسبيراتوري تراك إنفكشنز، أكيد إزاي بيتحسن لما أعمل للطفل أورال نيوتريشن سبلمنتيشن لو كان عنده نيوتريشنال ديفيشنسي إنتيك. والجرافس دي بتبين قد إيه اللي هو باللون الأحمر ده اللي هو الكنترول، اللون الأزرق اللي هم خدوا نيوتريشنال سبلمنتيشن، الهايت بتاعهم تحسن، والهايت ستاندرد ديفيشن سكور بعد ما كانوا قصيرين ابتدى اللي بالماينس يتحسن، يعني less نيجاتيف إيفكت على الجروث. ده أيضا ستادي تاني بيتكلم على الانرجي دنس لو فوليوم بيدياتريك أورال نيوتريشنال سبلمنتس، improving the total nutritional intake and increasing the growth in pediatric patients.
requiring nutritional support. يبقى مهم جدا نقيم هذا الطفل ونقيم النيوتريشنال هيستوري علشان لما نتدخل بالنيوتريشنال سبلمنتس يبقى احنا فعلا هذا الطفل محتاجه. وطبعا بشكر شركه بايو فارما البرودكت بتاعها الجروث فورمولا فور كيدز وليها كمان جروث فورمولا فور ادلتس للاطفال اللي هم الادوليسنس اللي بيجوا وبيكونوا محتاجين سبلمنتس. ولما لو رجعنا المكونات بتاعت هذا المنتج تقدروا حضراتكم ترجعوه هتلاقوه بيساتيسفاي معظم الريكويرمنتس فور ذا كالوريز فور ذا بروتين انتيك اند فور ذا مايكرو نيوترينز. سو ذيس از ماي ريكومنديشنز. احنا دايما لازم whatever احنا كدكاتره اطفال عموما بيجي لنا هذا الطفل لازم نقيم نموه ولازم دايما نركز على التوعيه لان prevention is better than cure. الvalue of healthy nutrition, الhydration, الexercise, enough sleep, psychological support. ولازم نتاكد ان الاكل فيه كل المايكرونيوترينتس المهمه بتاعه الجروث زي الايرون والزنك والكالسيوم والفيتامين دي والتريس اليمنتس. وفي النهايه لو لقينا فيه ديفيشن نيوتريشن انتيك ونعمل نيوتريشنال كونسلنج وما يجيبش النتيجه الكافيه يبقى دايما في دور مهم جدا للنيوتريشنال سبلمنتس علشان تكومبنسيت الديفيشنت نيوتريشنال انتيك. Thank you very much. أشكركم شكرا جزيلا والشكر البايو فارما على دعم المؤتمر. واسمحوا لي قبل لو في سؤال بس أكرم بايو فارما تفضلوا. شكرا جزيلا شكرا على دعم المؤتمر والاهتمام بالتوعية وبالتدريب وبالمشاركة في كل ما هو إن شاء الله دايما مفيد للأطباء. في حد هيقدم التوك الثانية ولا مش الجروس هرمون ممكن تقديم او حضرتك المحاضرة انت هتقوليها برضو مش كده؟ طب احنا بدايه بشكر الدكتوره شيرين على الدعوه الكريمه لحضور المؤتمر. وانا لسه بقول للدكتوره الدكتوره شيرين بذله مجهود رهيب بصراحه مجهود رهيب انا مشفقه عليكي من المجهود الرهيب الحقيقه. ربنا يبارك فيكي والعلم جميل والامور مبسطه. ممكن حد تعلي صوتك بس هو شغال بس بشكر الدكتوره شيرين على الدعوه الكريمه لحضور المؤتمر ولسه بتكلم مع الدكتور على المجهود الرهيب اللي انت عاملاه في المؤتمر الحقيقه. يعني ربنا يبارك فيك ان شاء الله وفي ميزان حسناتك. والحضور الجميل استفاد اكيد بكل فروع الطب اللي اتعملت من امبارح في المحاضرات الرائعه اللي قدمها الدكاتره ربنا يبارك فيهم جميعا. دكتوره شيرين هتقدم لنا المحاضره الثانيه اللي هي التشالنج سيناريوز ان تريتمنت باي جروس هرمون. شكرا جزيلا. ما هو عشان حصل الشيفت. طبعا احنا ما زلنا في استكمال الجروث ديس اوردرز. تفتحوا مش مفتوحه. ولو اتكلمنا على الجروث ديس اوردرز دايما الاطفال بيقول لنا ويقولوا لنا ممكن ناخد هرمون النمو. فطبعا this session is sponsored by Sedico. فهنتكلم فيها على الجروث ديس اوردرز ايضا ومجال العلاج بهرمون النمو لانه طبعا دايما لازم نتكلم عليه علشان احنا منتظرين ان حضراتكم دايما تريفير لينا بس تريفير لينا الرايت بيشنت اللي حضراتكم تبقوا عارفين ان هو فعلا عنده اندوكراينال بروبلم او ممكن يستفيد من هرمون النمو. فثانكس سيديكو فور سبونسرينج ذيس سيشن. فوق يا جماعه سيشن 10 يا جماعه انتوا بتفتحوا سيشن ثانيه سيشن 10 مش 11. اللي احنا كنا فيها افتحوا شيرين افتحوا شيرين. ايوه لا اللي قبلها في شيرين ثانيه اهي. فين البتاع انا مدياك المحاضرتين. نسألك سؤال قبل ما فلاش ميموري تاني ولقيتها. طيب دكتوره شيرين ايوه تمام معلق تعليق. ايوه يا فندم اهلا وسهلا
فضل. انا دايما عامل لك قلق. ازاي يا فندم؟ الله يخليك. بصي انا دلوقتي بس إيه؟ حضرتك اصل بتطرح قضايا قومية كبيرة جدا فعلا يعني محتاجة فعلا يعني منتديات مخصوصة لل يعني دلوقتي المال نيوتريشن بقى دول فيس، لان احنا حضرتك جبتي بسرعة الحتة بتاعت الأوبيزيتي. في المال نيوتريشن والسبلمنتيشن ما بقاش العملية أندر ويت، الأوبيزيتي كمان. تمام. فبرضو عايزين برضو، وحضرتك دايما بتتكلمي على الجراس، لاننا نحط الاثنين از اليمنت اوف مال امبارح كان في كلام الحقيقه عن الاوبيسيتي في السيشن كلام حاجه مظبوط الحقيقه ده بقى موضوع مهم جدا. تمام. ومحتاج دايما نديله الويت بتاعه. اكيد يا فندم اكيد. سؤال واحد اخير دلوقتي، لاحظوا في الصين عشان احنا بنتكلم على الافكت اوف ريس، ان هم طولوا وان هم اتغيروا من ناحيه الويت والستراكشر في الاجيال الجديده، برغم ان احنا كنا دايما بنبص تشاينيز دي ار شورت اند يعني ستاند. اكيد في تحسن برضو في السوسيو ايكونوميك، وده بيبين ان النيوتريشن له علاقه يمكن اكتر من الريشيال بارت، فمحتاج برضو نشتغل على ليه. تمام يا فندم انا جاهزه وحضرتك بس يعني ايه البروتوكول وعلى طول نشتغل. شكرا يا فندم، ميرسي الحقيقه، كل كومنتس حضرتك في محلها تمام وتستحق التقدير والاهتمام. سو challenging scenarios for growth hormone therapy. طبعا دكتور سامح كلمنا، وده امتداد للكلام لانه احنا مش هنشبع من الكلام في هذا الموضوع، لانه لو حضراتكم تفتكروا السيشن بتاعت امبارح لما اتكلمنا قلنا القصة مش ابيض واسود قوي، ده فيها controversies وdebates in the diagnosis and therapy، وبالتالي القصة مش يعني مش ايه، مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، دايما في مجال للتفكير ودايما في مكان للديسكشن في القصة دي. So definition of short stature, etiology of short stature, short stature and endocrine disorders, recommendations and guidelines. زي ما قلنا it's a big problem in Egypt، وقلناها انه حتى في other studies غير اللي انا عرضتها على حضراتكم اتعملت في 59 primary schools from diverse geographical districts in Egypt، لقيت ان overall short stature is 17%. المبادرة الرئاسية الأخيرة ما زالت لسه شغالة، إنما الستدي اللي فوق ده اللي هو 1-7 أو 1-5 ده كان الإحصائية بتاعت الجهاز العام للتعبئة والإحصاء. في سوهاج النسبة 18% وفي الأليوبية 13.32%. إذن هي مشكلة على مدار كل محافظات مصر، عشان كده قلنا انه في اهتمام من الدولة بيها، مشكلة قومية حقيقية. وده الكلينيشن اللي دايما بيبقى قدام طفل قصير ويقول يا ترى ده نورمال فاريانت ولا يا ترى ده باثولوجيكال شورت ستيتشر، is it genetic, is it chromosomal, is it nutritional, is it chronic illness, is it psychological, skeletal or endocrinal. لو حبينا نحط زي algorithm كده نمشي ازاي، دايما بنقول ان الموست كومن هم النورمال فاريانس اللي هم الفاميليال شورت ستيتشر والكونستيتيوشنال ديلي اوف جروث اند بيبرتي، يليهم ذا نون اندوكراين كوزز، كرونيك ديزيز، مال نيوتريشن، ديسمورفيك سيندرومز، انترا يوتيراين جروث ريتارديشن، سكليتال ديسبلازياز، ثم ياتي بقى الاندوكراين كوزز اللي هم هايبوثايرويديزم، جروث هرمون ديفيشنسي اند ريزيستنس، كوشينج سيندروم، parathyroid and vitamin D disorders. فإذا لازم الخريطة دي دايما تكون في دماغنا وإحنا بنحاول نشخص طفل قصير ونقول يا ترى قصير ليه. وزي ما أنتوا حضراتكم شايفين كل الأسباب ممثلة في هذا الألغوريثم، دايما the normal variants most common than the non-endocrine ثم endocrine. طيب دايما بنقول برضو إيه الانفستيجيشنز ونعمل إيه، نعمل لابوراتوري انفستيجيشنز عشان نتأكد من أن التشخيص، نعمل راديولوجيكال انفستيجيشنز. طب هل هذا الطفل يستحق أن أنا أعمل جروث هرمون تيستينج ولا لأ؟ في البون ايج اللي هو البلين اكس راي لفت ريست اند هاند، يا ترى إيه الفاليو بتاعه في التشخيص؟ طب يا ترى نعمل مثلا كاريوتايب وبالذات في البنات الشورت؟ طب هل نعمل MRI brain مثلا لو احنا شاكين ان الطفل ده عنده pan hypopituitarism وعايزين ندور على structural defect مثلا في البيتويتري، او يكون لا قدر الله secondary cause of growth failure زي brain tumor او زي craniopharyngioma نكتشفها بالimaging. فكل الحاجات دي متاحة،
بس الفكرة ازاي الواحد يمشي بطريقة يقلل فيها الانفستيجيشنز. وانا عشان اكتب ده كله وحيجي كل طفل هروح رصاله كل الانفستيجيشنز وكل الراديولوجيكال تكنيكس، اكيد ده مش هيبقى كوست افكتيف، ده غير انه ممكن يتعرض لهازردز اوف راديشن مثلا بدون داعي. السؤال الثاني دايما اللي بنساله، طيب هل الجروث هرمون ويل بي بينيفيشال؟ كتير من الناس بيقول لنا حتى بطفل مش قصير قوي او مش قصير خالص ويقول لك طب ما انا نفسي يطول عشان يدخل ما اعرفش كليه ايه ولا يتقدم لعمل ايه، ولا احنا قصيرين انا ابوه وامه بس نفسنا ابننا او بنتنا ما يطلعوش قصيرين زينا، هل ممكن نتفادى اللي بيحصل فيهم عن اللي بيحصل؟ بس السؤال الاهم، ويل جروث هرمون ثيرابي بي بينيفيشال ولا لا؟ ما هو ممكن ياخده وممكن يتضر او ممكن ما يتضرش. احنا دايما بنقول ان جروث هرمون ثيرابي از ا سيف تريتمنت، ولكن في النهايه اتس ا دراج، فالفكرة دي فلوس هتدفع، دي شكشكة، الطفل ده لازم يمشي على الأقل سنة من لسنتين إن ما كانش أكتر على الجروث هرمون ثيرابي. وبالتالي ده سؤال مهم، will growth hormone be beneficial yes or no and if yes طب أدي إزاي ودي لمين، مين اللي أقول إن هو هيتحسن عليه، أدي إمتى، أبتدي إمتى، وأدي which preparation أو which type of growth hormone ولمدة قد إيه ووقف. يعني ده سؤال تاني برضو. على فكرة الأسئلة دي مش بس زي ما حضراتكم شايفين الكلينيشن بيسألها لنفسه، لا ده الأهالي بتسألها لنا من أول ما نقول لهم طب هو هياخد، طب هنبتدي إمتى، طب هيفضل ماشي عليه قد إيه، طب هتديني أي نوع. يعني دي أسئلة بيطرحها الأهل وأسئلة بيفكر فيها الكلينيشن برضو عشان يقدر ياخد clinical decision making مظبوط. وزي ما قلنا بما انه دراج زي اي دراج في الدنيا، احنا دايما في الميزان زي ما قلنا بنوي الريسكس فيرسس البنفيتس، يا ترى هو مقدار الفايده قد ايه، طب مقدار الريسك قد ايه، لو الفايده غلبت على الريسكس او المضار هنقول طيب هنديه وهنتابع انه في سيفتي تو ذس دراج. فدايما الميزان كيب ذا بالانس. ودايما احنا عندنا جايد لاينز، فاكرين امبارح لما اتكلمنا الافيدنس بيز ميديسن قلنا الكلينيكال جادجمنت بتاعنا مهم، وعلى فكره في الحته دي الكلينيكال جادجمنت مهم، يعني ما ينفعش ان نفتح كتاب او نفتح جايد لاينز ونمشي عليه عمياني، الكلينيكال جادجمنت مهم. عشان كده في لجان وفي اكسبرتس يقعدوا يتشاوروا ويتناقشوا ويقولوا ايوه الطفل ده هيستفيد، لا الطفل ده مش هيستفيد. المرجعيه برضو في النهايه بتاعتنا ان عندنا جايد لاينز بتقول لنا ابروفد انديكيشنز، اف دي اي انديكيشنز وايما انديكيشنز، ودي اللي قدام حضراتكم بقى جروث هرمون ديفيشنسي، تيرنر سيندروم، برادر ويلي، small for gestational age, idiopathic short stature, short bowel syndrome, SHOX, gene haploinsufficiency, Noonan syndrome, أو growth hormone therapy in the transition period ما بين الـ childhood وما بين الـ adulthood، للفوائد الأخرى للgrowth hormone على metabolic functions. الدوزز برضو بتختلف، أنا growth hormone deficient الدوز هتبقى أقل، أنا الأسباب الأخرى بتعمل growth hormone resistance وبالتالي الدوزز هتبقى أعلى. أحمد سنه 7 سنين وشورتست ان كلاس، والهيلث بروفيشنال كشف عليه وقاسه ولقاه 110 سنتي وحطه على الكيرف لقاه على التنث سنتايل، وبعدين لقى إن الدكاترة الأطفال اللي شافوا هذا الطفل الحقيقة كانوا هايلين جداً جداً لدرجة إن هم كانوا بيأيدوا في البطاقة الصحية بتاعت هذا الطفل المقاييس بتاعته السابقة، فهو استفاد بالمقاييس السابقة وقدر يعمل plotting على الكيرف للسابق وللحاضر، فقدر يقيم معدل النمو والgrowth velocity بتاع هذا الطفل، فاكتشف اللي احنا شايفينه على هذا الgrowth curve. تمام؟ مع الأسف البيدياتريشن بقى يعني لما جه يقرر يعمل investigation ايه او علاج ايه، لقى الطفل على الـ 10th percentile فقال للأهل بس على فكرة هو لسه مش قصير، فانتوا روحوا بقى كده عيشوا حياتكم وبعدين ايه وارجعوا لي لما الطفل يبقى قصير نتكلم. فتفتكروا بقى التصرف ده سليم؟ مش سليم. ليه بقى؟ لانه شورت ستاتشر او ديفكتيف جروث مش معتمده بس ان انا ابقى تحت الكيرف، ده واحد من الديفينيشنز ان يكون بيلو ذا ثيرد بيرسنتايل او بيلو ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، انما ممكن يكون اقل من الجينيتك بوتنشال اللي متوقع له من اهله. يعني بصوا حضراتكم لما حسبنا الميد بارنتال هايت على الجنب هنا وحطيناه
بالمعادله اللي انتم عارفينها mother's height و father's height plus 13 في الاولاد وقسمنا على 2 plus or minus 5 سنتيمتر ورسمناهم على الكيرف. لو جينا عملنا projection للهايت هنبص نلاقي هذا الطفل بعيد بعيد. بصوا ازاي شايفين لو عملنا projection بايدينا وتخيلنا انه هيفضل ماشي على الشانل هنلاقيه تحت فده واحد بعيد عن جيناتك بتاعي. مش هستنى بقى لما يبقى يقع تحت الكيرف. لقينا الجروث فيلوسيتي بتاعه 3 سنتي في السنه والمفروض يبقى 4 سنتي. ما استناش لما يبقى قصير. لقيناه كروسنج تو سنتايل كيرفز. ما استناش لما يبقى قصير. لازم ده وارنس انفستيجيشن اخد خطوات تمام. فاذا ما نقولش الجايدلاينز بتقول الهايت اقل من الثيرد برسنتايل وغير كده مش هنتصرف ومش هنتحرك. This is totally wrong. عملنا فولو اب لاحمد كيس لقينا الثايرويد بروفايل از اوكي مش اوكي. لقينا الفري تي 4 قليل ولقينا تي اس اتش عالي اهو تي اس اتش 20 والفري تي 4 قليل. وعملنا ثايرويد الترا ساوند لقينا عنده ابسنت ثايرويد. وعملنا ثايرويد سكان لقيناه عنده اكتوبيك سابلينجوال ثايرويد لاند. على فكره دي من ضمن الحاجات اللي هي كونجنيتال هايبوثايرويديزم صحيح انما ممكن داز نوت مانيفست اكسبت ان ليت تشايلدود لانه الثايرويد بتبقى موجوده بس سابلينجوال وبتبقى الديفكت فيها قليل. فاذا ما كانش هذا الشخص متعرض لانثروبومتريك ميجرمنتس مظبوطه جدا ودكتور شاطر قوي ممكن تفوت عليه ما يفكرش في قصه الايه الهايبو ثايرويديزم. ما تبانش يعني في النيو بورن سكريننج ساعات اللي هو الام تقول لك ما احنا عملنا الثايرويد سكريننج عند الولاده وما كانش في حاجه. لا برضو اذا انت لقيت الطفل ده ديفكتيف في لازم تعمل ثايرويد بروفايل. ليه؟ قد يكون حاجه زي كده وقد يكون اكوايرد كوزز اوف هايبو ثايرويديزم تمام. So this is the message number one. Do not wait. The child is below the norms for age and sex. Crossing two centile curves warrants investigation. Do not miss documenting the child's anthropometric data in each clinical visit for future decision making. حتى لو حضرتك ما استفدتش بيه دكاترة تانيين هيستفيدوا بيه. وما تنساش تقيس طول الأم وطول الأب وتحسب الميد بارنتال هايت وتعمله بلوتينج على الكيرف عشان تشوف هذا الطفل ماشي مع الجينيتك بوتنشال. And do not miss screening for thyroid disorders in any growth failure لأنه الثايرويد هرمونز على رأس الحقيقة الهرمونز المؤثرة في الجروث بتاع الأطفال. نبيل ده سنه 14 سنة وشورت من سن 6 سنوات وعنده delayed puberty والمذر عندها history of delayed menarche. البوزيتيف فاميلي هيستوري دي تقول ايه على طول؟ انه في delayed puberty وان الطفل just below the third percentile تمام؟ تقول ايه؟ واللابز كلها normal تمام؟ والبون ايج equals الهايت ايج زي ما احنا شايفين. ها؟ الطفل ده لو عمل growth hormone stimulation tests من غير ما يعمل ثايرويد ايه الغلطه اللي هنا؟ ما تعملش ثايرويد هرمون اسسمنت قبل الجروث هرمون ستيميليشن تيست فطلع الجروث هرمون ديفيشنت. فالبيدياتريشن او الكلينيشن اللي شافه قال لك اه طب ما الجروث هرمون قليل اهو يبقى ايه ده ياخد جروث هرمون ثيرابي تمام. فالبيت فول هنا انه اولا ما ينفعش ابدا دايما تاني بناكد نعمل بيزل جروث هرمون تيستينج ده ليس له قيمه لازم تبقى بروفوكاتيف تيست ولازم ان انا اعمل الثايرويد هرمون اسسمنت قبل ما ايه قبل ما اعمل الجروث هرمون ستيميوليشن تيست. لو عملت كده وشخصت هذا الطفل ان هو كونستيتيوشنال ديلي جروث ان بيوبرتي ده مجرد الري اشورنس بتاعه هذا الطفل هيتحسن. بس طبعا برضو نخلي بالنا من النيوتريشن ونخلي بالنا من الاذر فاكتورز بكده هذا الطفل ممكن يوصل للفاينل ادلت هايت وما يبقاش محتاج growth hormone therapy ولا حاجة. يبقى دايما think of the most common causes first. دايما هنقول ونأكد على هذا الكلام. وده الكيرف اللي بيبين قصة ال constitutional delay of growth in puberty. طفل كان كويس وابتدى يديسلريت وبعدين at late puberty ابتدى يأكسلريت. إنما الفاميليال ده قليل بس ماشي على نفس الشانل بتاعه طول الفئات العمرية بتاعته. في النهاية هيوصل لطول متناسب مع طول أهله. برضو الطفل ده مش هيستجيب لجروث هرمون ثيرابي لأنه ده طفل الجينز بتاعته ما بتسمحلوش إن هو يتحسن. يبقى الجروث هرمون ثيرابي هو هيحسن الشخص إنه يوصل للجينيتك بوتنشال بتاعه مش هيحسنه لدرجة إنه يتفوق على الجينيتك
potential. فلو رجعنا تاني لهذا الالجوريثم هنشوف ان احنا كنا بنتكلم عن normal variance. لو احنا excluded كل حاجة ساعات بنسمي في كاتيجوري اسمه idiopathic short stature، ده واحد عنده كل الكريتيريا اللي شبه الجروث هرمون deficiency، ولكن لما عملت assessment الجروث هرمون provocation test لقيته normal. طب هتقولي لما لقيته normal ليه قلت عليه idiopathic short stature وحطيته ضمن الindications of growth hormone therapy؟ ده growth hormone بتاعه كويس، لأنه في ناس بيبقى عندها abnormal neurosecretion of the growth hormone، يعني growth hormone ده موجود ولكن ما هوش شغال كويس أو ما بيطلعش بالطريقة المثلى للطول. في الحالة دي we can try growth hormone therapy لأنها approved indication بالFDA. صحيح Europe does not approve it، وحتة إنه مكان بيأبروف ومكان مش بيأبروف ده بيأكد لك إن كل مكان وكل local regulation من حقها تحط البروتوكول بتاعها. يعني ما نقولش طب ما هو موجود في الFDA ليه مثلا لجنة الهرمون ما بتديهوش، يعني في بروتوكول محطوط في التأمين الصحي، في بروتوكول محطوط في أوروبا، ملوش دعوة بأمريكا، ما حدش بيروح يقول لهم هو ليه أمريكا حطة كذا أو مش حطة كذا. إحنا بندي الإيديوباثيك شورت ستيتشر فإحنا يعني زي أمريكا، فدي حاجة جميلة جدا. ولكن الدوزز طبعا هتبقى أعلى لأن اللي عنده نيورو سيكريتوري ديفكت ده واحد محتاج دوزز أعلى عشان يتغلب على نيورو سيكريتوري ديفكت. So the key message here: do not forget to exclude normal variants of short stature. Do not miss diagnosis of constitutional delay of growth and puberty. Do not miss the diagnosis of familial short stature. وما ننساش إن في item اسمه idiopathic short stature. في أطفال تانية مثلا زي حبيبة سنها 14 سنة وجاية بـ decreased growth velocity، بس بصوا جمال الكيرف، الكيرف بيبين إن طولها بيقل ولكن وزنها بيزيد، طول بيقل ووزن بيزيد، يبقى لازم نفكر أولا ممكن يبقى إندوكراين حاجة ما أثرتش على الوزن، ومين في الإندوكراين هتبقى على رأس القائمة؟ يس أكيد الهايبوثايرويديزم هي السبب. وبالفعل فعلا لما اتعمل لها لقينا ان عندها هايبوثايرويديزم والثايرويد فانكشن اثبتت هذا، وكان عندها هاشيموتو ثايرويدايتس. This is an acquired cause of hypothyroidism. لما خدت الثايرويد ريبليسمنت ثيرابي ابتدت الامور تتحسن. يبقى ده برضو واحد مش هياخد جروث هرمون ثيرابي، ده واحد انا شخصته وقلت هو هايبوثايرويديزم البنوته دي فخدت ثايرويد ريبليسمنت اتحسنت. سو سسبكت هايبوثايرويديزم لو الطفل قصير وبيزيد في الوزن او في بيوبرتال اريست او الام اشتكت انه في المدرسه ابتدى السكول بيرفورمانس يقل، يبقى برضو ليه؟ لان الثايرويد هرمون مهم للنشاط الذهني. وتاني بنقول قبل ما نعمل جروث هرمون ستيميوليشن تيست لازم نأساس الثايرويد فانكشن. يبقى احنا هنا في الهايبوثايرويديزم. طب الحاله الثانيه دي بقى، ده طفل كان كويس جدا جدا وفجاه حصل ديستربنس للجروث فيلوسيتي، سيكندري جروث فيلير، نشك في ايه اللي عنده يعني فجاه حصل اضطراب في النمو، لازم نكسكلود ايه؟ اهم سبب من السيكندري جروث فيلير هو ايه؟ سنترال. هو عمل الحقيقة ثايرويد بروفايل فلقيناه لو، فالبيدياتريشن أو الكلينيشن قال ده هايبوثايرويد وخلاص. تمام؟ بالضبط. بعد شوية دخل في هايبوكورتيسيزم وراح دخل الطوارئ. ده القصة هنا بقى قد تكون سنترال بروبلم زي برين شومر، عامل سنترال بروبلم، سنترال هايبوثايرويديزم وسنترال هايبوكورتيسيزم، وبالتالي اتعمل له فعلا الام ار اي اثبت ان في كرينيو فارنجوما. وطبعا اللي عنده برين تيومر زي الكرينيو فارنجوما ممكن يستجيب للجروث هرمون ثيرابي، انما زي ما قلنا امبارح في اوردر ان احنا ندي جروث هرمون ثيرابي مش هيبقى اول حاجه، في سيرتن بريكوشنز. اول حاجه لازم نصلح الهايبوكورتيسيزم، وبعدين بعد كده نصلح الهايبوثايرويديزم، وبعدين بعد كده نفكر في الجروث هرمون. ولكن في حالات الشومر لازم نستنى سنه على الاقل انه ما يكونش في جروث اوف ذيس تيومر، وده طبعا بالتعاون مع النيورو سيرجري. يبقى دي الكي مسجز اللي احنا عايزين نقولها، ان البرين تيومر كان بي ان امبورتنت كوز اوف سيكندري جروث فيلير، وان الجروث هرمون ثيرابي از ابروفد باي ذا اف دي اي اند ذا ايما، ولكن له سيرتن بريكوشنز. فاذا القصه مش قصه
ادي ولا ما اديش، ادي ازاي وامتى وانه دوز وفور هاو لونج ومونيتور ازاي وايه البريكوشنز اللي انا اخدها عشان اقدر اشخص مظبوط. طيب البنوته دي شورت وما عندهاش ديسمورفيك فيتشرز، وتفتكروا لازم نعمل لها ايه؟ اي بنت قصيره لازم نعمل لها ايه؟ لازم نعمل لها كاريوتايب لانها ممكن تطلع تيرنر سيندروم. والتيرنر سيندروم واحد من الابروفد انديكيشنز اوف جروث هرمون ثيرابي. بس نخلي بالنا بقى من ايه، في اذر فاكتورز قلنا عليها امبارح ممكن تؤثر على الجروث. يعني ممكن البنوته دي نديها جروث هرمون ثيرابي وبرده ما نلاقيهاش اتحسنت كويس قوي، لانه ممكن يبقى معاها ايه تاني، ممكن يبقى معاها هايبوثايرويديزم، very common ان يبقى معاها autoimmune hypothyroidism، ممكن يبقى معاها celiac disease. فبالتالي دايما رؤيتنا تكون comprehensive للطفل، حتى لو هنديله growth hormone therapy لازم نشوف الفاكتورز الاخرى برضو اخبارها ايه، علشان we do not miss لا سبب مهم للunder growth ولا نمس كمان الكوموربيديتيز اللي بتبقى مع الترنر سيندرومز الاخرى اللي هي ممكن برضو تؤثر عليه. وبالتالي ده الكي مسجز اللي انا عايزه اقولها. So this is the common pitfalls to avoid. Avoid the non-systematic clinical approach. Do not ignore plotting the anthropometric data على growth charts. Do not miss the dysmorphic features or disproportion. اي بنت قصيره لازم تعمل كاريوتايب. البرين تيومر ممكن يكون سبب مهم جدا للسكندري جروث فيلير. ما نعملش ابدا بيزل جروث هرمون ليفلز. لازم نعمل الثايرويد اسسمنت قبل ما نعمل الجروث هرمون بروفوكاتيف تيست. لازم نعمل سكرينينج قبل ما نعمله. لو انت شخصت بقى او شخصنا جروث هرمون ثيرابي لازم نبتدي as soon as possible. الدوزز بتختلف على حسب الاسباب. لازم نمونيتور هذا الطفل، ولو كان عنده multiple pituitary hormone deficiencies لازم نعمل لها compensation in the correct order. ولو الطفل عنده severe growth hormone therapy احتمال نكمل في transition period. في أنواع كثيرة مستخدمة للgrowth hormone therapy، أنواع بسرنجات زي ما احنا شايفين، أنواع بالأقلام، devices مختلفة. الفكرة whatever the availability whatever الايه اللي مناسب للطفل، دايما عندنا options كتير. بس مهم مهم بقى نعرف لو استخدمنا نوع ايه البريكوشنز بتاعته. يعني مثلا هنا في الـ في الـ في السوماتروبين لازم يبقى to keep it مثلا refrigerated، واحنا بنحلل مثلا الـ الدواء الباودر ما نعملوش shaking. لازم نروتيت السايتس واحنا بنحقن. لازم ما نقولش ندي يوم اجازه، لازم يوميا يوميا بدون اي انتربشن حتى لو الطفل عي او حصل له اي مشكله، عشان نعمل اوبتمايزيشن اوف ذا جروث بوتنشال اوف ذا تشيلدرن. وفي النهايه بقول ان دايما احنا محتاجين انتجريتد كير بتوين ذا بيدياتريشن اند ذا بيدياتريك اندوكرينولوجيست. ثانك يو فيري ماتش اند ثانك يو تو سيديكو فور سبونسرينج ذس سيشن. وسوري ان انا طولت عليكم في الجروث هرمون، بقى بنسى نفسي وبطول شويه. اسمحوا لي اكرم شركه ساديكو، وبعدين هم ليهم توك كده صغير برضو هيكلمونا. شكرا جزيلا على دعم المؤتمر، المشاركه وعلى الهدايا وعلى الرسومات. وفيها في سحب النهارده تاني، ساديكو سحب النهارده، في النهارده جوائز بعد السيشن دي على طول، في سحب جوائز. شكرا سيديكو، شكرا شكرا. السام تاني النهارده، لا يعني اوفرز جامده قوي. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك اتفضل. مساء الخير، معاكم حازم سيد، برودكت مانجر ساديكو فارماسيوتيكلز. انا النهارده كان المفروض اللي يقول المحاضره دي استاذي ومعلمي دكتور عزام مهران رحمه الله عليه، بس لم يمهله القدر، وانا مكانه النهارده، ويا رب اكون عند حسن ظن حضراتكم واكون عند حسن ظن استاذي. النهارده هنتكلم عن الجروث هرمون، استكمالا للمحاضره الشيقه اللي قالتها دكتوره شيرين عن الجروث هرمون ومشاكل الجروث هرمون ديفيشنسي والحالات اللي ممكن نستخدم معها الجروث هرمون. جروث هرمون از تيرنينج بوينت. احنا هنخرج شويه من فلسفه العلم الاكاديمي ونتكلم على الجروث هرمون من اسبيكت ثاني، النقطه التاريخيه. الجروث هرمون از تيرنينج بوينت.
القصة ما بدأتش عند سنة 85 لما بدأنا استخدام الريكومبيننت جروس هرمون، لا القصة بدأت 100 سنة قبل 1985، بدأت 1886 لما بدأنا نستخدم الجروس هرمون الاكستراكتد فروم بوفاين كادفرز عشان نستخدمها لتحسين أو زيادة طول الأطفال اللي عندهم شورت ستيتشر. لكن المشكلة إن ما كانش، كانت النتيجة ديسابوينتينج، وكان الـ pursuit of consistency and the consistent results from the therapy of growth hormone بدأ من 1886 لحد سنة 1965 لما بدأنا نستخدم الـ extracted growth hormone من الـ human cadavers، لحد ما النجاح الأقصى وصل سنة 1985 لما بدأنا نستخدم الـ growth hormone الـ recombinant growth hormone. لكن التيرنينج بوينت الحقيقيه سنه 2003 لما بدانا نستخدم الجروس هرمون في حالات الايديوباثيك شورت ستيتشر. وكان السؤال المهم اللي موجود حاليا في الوقت ده، هل الطفل اللي ما عندوش جروس هرمون ديفيشنسي له الحق انه يتعالج بالجروس هرمون؟ كانت الاجابه طبعا له الحق، لان الشورت ستيتشر نفسه هو المرض، مش جاست الجروس هرمون ديفيشنسي. يعني في بنفيتس من استخدام الجروس هرمون، طبعا في بنفيتس انه بيزود الهايت من 5-7 سنتي في السنه، بيحسن الماسكولار فانكشن، بيحسن الديستريبيوشن اوف فات في الجسم، فبالتالي اليوزج اوف جروس هرمون ثيرابي حتى في الحالات النون جي اتش دي بيشنتس. وكان في وايد فرايتي اوف انديكيشن من ضمنها تيرنر سيندروم البرادر ويلي سمول جيستيشنال ايج كانت موجوده، وكانت الموضوع كان بنفيشال جدا للاطفال دي. ده اللي خلى مجله زي البيدياتريكس تطرح تساؤل ودايليما كبيره، هل الاطفال النون جي اتش دي بيشنتس او نون جي اتش دي تشيلدرن ليهم الحق انهم يتعالجوا بالجروث هرمون؟ وده كان تساؤل. كودي ده كان طفل اقصر من اقرانه نتيجه مشاكل في البرين، او كان عنده كرانيوفارينجيال تيومر، وكان أقصر من زمايله، وكان بيتعرض للتنمر، وكان في مشكلة إنسانية، وظهر مصطلح جديد اسمه الهايتيزم أو التنمر بناء على الطول. فكان الجروس هرمون في الوقت ده هو الحل الأمثل عشان ندي فرصة لطفل زي كودي إنه يعيش حياة طبيعية زي أقرانه. وبدأت المجلات المختلفة، حتى المجلات الغير علمية، إنها تتكلم عن حق الأطفال في العلاج بالجروس هرمون، مش بس الأطفال الجي اتش دي. واتنشرت حالة مشهورة جدا للطفلين جوني وبيلي. جوني وبيلي كان الاكسبكتد لينث الهايت بتاعهم 160 سنتيمتر، لكن الواحد فيهم كان دايجنوزد وبروفد دايجنوزد ان هو جي اتش دي اللي هو جوني، لانه كان عنده برين تيومر. بيلي ما كانش عنده اي سبب واضح، وده اللي بنقول عليه الايديوباثيك شورت ستيتشر. فبالتالي الاثنين كان من حقهم انهم يوصلوا لاطوال مناسبه، مش بس جوني اللي هو كان دايجنوزد بالجي اتش دي. ده اللي خلى مجله زي جارديان تنشر برضو مقال، وهي مجله مش ميديكال، تنشر مقال عن حقيقه الاطفال الغير مصابين بالجي اتش دي، بس مجرد انهم عندهم ايديوباثيك شورت ستيتشر او اي كوز من الشورت ستيتشر رازر زين جي اتش دي، انهم يتعالجوا بالجروس هرمون. كلنا عارفين الصوره دي وشفناها في السوشيال ميديا، لكن احنا اللي من الناس ما تعرفوش ان ده كان غلاف مجله الجامعة، وبتتكلم عن احقيه الاطفال في فرص متساويه من النمو واستخدامات الامنه للجروس هرمون. وده اكبر الشركات انها تبدا تصنع الجروس هرمون بسكيل اوسع، وتخش بقوه في البايوتكنولوجي فيلد وتنتج الجروس هرمون. بس كان في اول بيتفول بتواجهنا، التكلفه المرتفعه جدا. يعني كلنا عارفين ميسي كان بيتعالج ب $1,000 في الاسبوع عشان ياخد حقه من الجروس هرمون. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل الجي اتش فور ذا تشايلد بيست انترست؟ طالما الطفل عنده شورت ستيتشر، whether it is الكونديشن its condition او the condition is جي اتش دي او نون جي اتش دي، محتاج ياخد الجروس هرمون، والجروس هرمون is beneficial فيه. الترنينج بوينت الأهم اللي هنتكلم عنها النهاردة هو السوماتوبين.
السوماتوبين احنا مع شركائنا وصلنا لدرجه بيوريفيكيشن ودرجه تصنيع عاليه تضمن كونسيستنسي عاليه جدا from batch to batch consistency. فبالتالي مفيش اي فرصه لحدوث اي immunogenicity during the somatropin therapy. Somatropin consistent product from batch, first batch from firstly introduced since 15 years ago لحد يومنا هذا يتمتع بالباتش تو باتش consistency, high purification power. والhigh purification بتاع اللي استخدمناه ان احنا عشان نقول product highly purified, فهو النسبة الامبيوريتيز فيه ما تزيدش عن 1 part per million. احنا تنازلنا عن الشرط ده والنسبة الامبيوريتيز في السوماتوبين is totally absent. فده بيضمن اعلى consistency واعلى purification وبيضمن لاطفالنا ان احنا نرسم لهم مستقبل افضل بمساعدات حضراتكم ومساعدة السوماتوبين. السوماتوبين دوزج احنا بيدهمنا الوقت دايما ودايما في امبرسوت ان احنا نلحق الطفل قبل الابيفيزيال كلوجر. والطفل بيجي عنده من 11 سنه في الاولاد او 9 او 10 في البنات, بنجري ورا الابيفيزيال كلوجر وبنلحق, بنبقى خايفين يحصل ابيفيزيال كلوجر. فبنضطر احيانا نماكسمايز الدوز ل 0.9 انترناشونال يونت. فاحنا ما عندناش رفاهيه الوقت, فوين تايم وين تايمز كاونت choose whom to trust. السوماتروبين هنا في التوقيت ده هو انسب عشان مشاكل الانكونسيستنسي اللي ممكن تحصل نتفاداها تماما بالسوماتروبين. اللي بياكد الريلايبيليتي اون سوماتروبين, دراسه اتعملت في ابو الريش على حالات الايجيباسيك شورت ستيتشر على 120 طفل على مدار 4 سنين. كان دايما في بروجريشن في الجروس ريتس من 4 سنتي لحد 7.6 سنتيمتر في السنة الرابعة. في 4 سنين على التوالي باستخدام السوماتوبين كان الريزلتس بتاعته إيمينت وناجحة جدا. في حالات الجي اتش دي اللي هي الكور بداية استخدامات الجروس السوماتوبين برضو ستيل في إيمينت جروس ريت على مدار 4 سنين من استخدام السوماتوبين. ده بفضل الكونسيستنسي العالية والهاي بيوريتي اوف سوماتوبين سيديكو. Finally, we are participating in drawing the future of our Egyptian children. أكثر من 14 مليون فايل استخدموا مع أطفالنا على مدار 15 سنة فاتوا لأكثر من 19 ألف طفل. قدرنا نرسم مستقبلهم بشكل أفضل ونحسن مستقبلهم فيما يتعلق الستيتشر والسوشيال أكسبتنس. ما فيش باتش تو باتش انكونسيستنسي. نتيجه اكبر دليل على الكلام ده ان في من كل 10 اطفال بيتعالجوا بالجروس هرمون 9 منهم بيتعالجوا بالسوماتوبين سيديكو. السوماتوبين سيديكو is manufactured under the specifications of European pharmacopoeia. Under the specification of European pharmacopoeia اللي هم highest strict production limits. وبالتالي احنا بنضمن ال high degree of consistency and quality. Finally, somatropin sedico, 165 جنيه. مفيش اي economic burden مضافة على الطفل. مفيش مشكلة في مشاكل الحقن المعتادة. Just fill it and use it. شكرا. ناخد صورة جماعية بقى مع بعض عشان نستأذنكم. السحب دلوقتي. طيب لا السحب الجوائز مهمة طبعا. لا أهم حاجة الجوائز. اتفضل. اهلا دكتور رضا, ازيك والف مبروك. ميرسي لحضرتك. ميرسي. اهلا بيك. ميتين ستة وخمسين 256. مبروك.
خليها على جنب قلي. شكرا ميرسي. شفتي بقى، الف مبروك الف مبروك. تعالي صوري معانا بقى، الف مبروك. لا لا ميرسي. المكان ده ستة، تمام. 16 16 مش موجود، نخليه على جنب عشان ما يطلعش تاني. اتنين واربعين، اتنين واربعين. الناس راحت فين؟ قلنا يا جماعة احضروا الجلسات. مية، 100، 100. الفلور بس عشان الشفافية والسحب. طب هنعمل ايه؟ سيكستي، ستين. لا مش عايزة، هي لا هختار. ستة وخمسين، هنعمل بسرعة. ستة وخمسين، كله مزوق. عشرين، ده عشان من امبارح، من امبارح الارقام كان لازم تبقى في نفس اليوم. 173، 173، 164، 68، 68، 41. الناس دول بتوع امبارح. طب انا هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه عشان برضو يبقى فيه شفافيه وما نختارش. طيب خلاص، انا كنت هقترح اقول ان ممكن نعمل السحب ده بعد الجلسه الثانيه وتاخدوا ارقام الناس اللي موجوده. ايه رايكم؟ مش دي فكره حلوه؟ عشان برضو يبقى فير، هيعملوا ارقام جديده، فكله في الكافي بريك يروح على البوث وياخد رقم، وبعد الجلسه الثانيه نسحب، يبقى نبقى فير عشان نختار حد. تمام، معلش عشان برضو ها. تمام، شكرا جزيلا، شكرا. محدش بقى يزوغ زي ما انتم شايفين اهو. ناخد صوره جماعيه اهو. لا انا لا ما قلتش 27، ما قلناش 27. طب احنا خلاص معلش اتفقنا، ان شاء الله حظ حضرتك هيكون في الجلسه الجايه، هيجي ان شاء الله، هيجي. ناخد صورة جماعية ونعمل سحب بعد الجلسة اللي بعدها عشان نبقى ايه؟ نبقى نفس اليوم، لان الناس اللي بتحضر في يوم ممكن تبقى مختلفة عن يوم التاني. معلش احنا قررنا، خدنا قرار خلاص ان احنا معلش وان شاء الله هتكوني لهم باذن الله ان شاء الله. سوسن حبيبتي زيك يا جميلة. نعم، thank you.
Thank you.